عليكم حليلوتي، كيف راكم؟ مرحبا بالمتابعين والمتابعات الجدد. فيديو اليوم هو عبارة عن شوربة بليفان أو شعرية جزر صحية ولذيذة. قبل من هذا ما تنسوش تشتركوا في القناة، ضغطوا على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو، أبوني سبسكرايب اشتراك ضروري، من تضغطوا الجرس الموجود بجانبي وتأكدوا أن تغيروا أصبح بهذا الشير. وبعد عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك. بالنسبة للمكونات فهي بسيطة، نحتاج ليفان أو شعر ديال الجزر. عديد من السيدات تيرميو ولا انهم ما تيعرفوش الفوائد والقيمه الغذائيه ديالو، صحي للغايه. غادي نستعملوا فقط الشعر الفوقاني، اما فيما يخص السيقان فهي تتكون قاصحه نوعا ما، يمكن السيده تقطعها في هذه المرحله ويمكن حتى تبغي تطحنها. نحتاج الى البصل مقطع شرائح، تقريبا بصله متوسطه، بطاطس متوسطه كذلك مقطعه عشوائيا، لان ابخي غادي نطحنوا لاسوب ما نكلفوش. طريقه ولا اسهل، في طنجره الضغط او طنجره عاديه نضيفوا فيها اي ماده دهنيه حبه السيده، سواء زيت او زبده او زيت زيتون. بالنسبه لي استعملت زيت الجوز او زيت القرقاع. تنضيف لها البصل، البطاطس، الاطرجون بالملح والفلفل الاسود، تنشحروها بضع دقائق. كنلاحظ بعض السيدات سواء في اليسوق او الحريره ما تنشحروش المكونات، ضروري البنات ما نشحروا المكونات على المهل ديالها باش تلذذ لينا الشوربه. تنمرقوا سواء بمرق الدجاج او مرق اللحم، بالنسبه لي ما كانش متوفر ليا، وضعت فقط الماء عادي. وتنوضعوا فوق هاد الخضار من بعد ما شحرناها الورق ديال الجزر. كيف ما قلت لكم يمكن لكم تزولوا السيقان لانهم تيكونوا قاصحين شي شويه. بالنسبه للسيده اللي ما حباتش توضعهم هكذا باش تستافد من القيمه الغذائيه ديالهم مع الورق ديال الجزر، ومن بعد ملي طيب ليها الشوربه يمكن ليها تزول السيقان بسهوله وتخلي غير الوريقات. تنوضعوا الخليط في المضرب ديال الخلاط الكهربائي وتخليه يطحن على المهل ديالو. من بعد طبيعة الحال ما نكون زولنا السيقان سواء في المره الاولى او من بعد. من بعد ما طابت لينا الشوربه بالنسبه لي تنزينها بهاد لي كروتون بالمذاق والنسمه ديال الثومه. يمكن لكم تعملوهم او يمكن لكم تعملوهم حتى مع السلطات، تيمشيو غزلان جدا، تيعطيو قرمشه رائعه جدا للشوربات. ثم من بعد ذلك غادي نضيف خويط ديال لا كريم فريش. كلنا سنعرفوا ان لا كريم فريش تتلذذ الشوربات بشكل هائل جدا. كيف ما يمكن السيده تطحنها مع الفروماج سواء مثلث او مربع اذا حبات. ثم غنضيف ليها هاد لي غران او الزرارع، فيهم كيف ما تظهر امامكم الزريعه ديال عباد الشمس، الزريعه ديال القرعه او الكوجات، وكذلك الصنوبر، يعني تشكيله من البذور. بالنسبه لي عندي غير مملحه، نعملها في الخبز، نعملها في السلطات او في الشوربات، تتعطي قيمه غذائيه، تتغني الطبق ديالنا. والشوربه ديالنا اصبحت جاهزه، كنتمنى تجربوها، تجي هائله جدا سيرتو ملي تنقدموها مع هاد البسكوت. بالنسبه لي تناخد هاد لي طارتين كراكونت ودقيق القمح الكامل اللذاذ للغايه، وفيهم يعني ابان 4 غرام. كنتمنى البنات تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم. اللي عندها اي سؤال اي استفسار تدعوا لي اسفل الفيديو ان شاء الله نجاوب عليه. شكرا للمشاهده.